السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربعة السويهلة بمراكش، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية الخيرات والرجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات أولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا الخيرات تاع الشواق المحمر والمجمر، كيما تشوفوا تاع اللحم مبخر ومشوي، كي عند سي بوبكر الجعيدي هنا في الأربعة السويهلة بمراكش. كي تشوفوا الشوا كيدير تبارك الله، راجل معروف وراجل قديم في هاد الخيرات. كي تشوفوا معنا تنوريوه للجميع الحباب تاعنا تبارك الله. مازال غادي نعرفوا الاثمنه ونعرفوا هاد الخيرات اليوم 30 في شهر 11 2022. ما تنساوش تشاركوا معنا في قناه زيتون مرجان في التيك توك والفيسبوك واليوتيوب، مكتوب عليها زيتون مرجان. كما تشوفوا احنا في الاربعاء السويهله كي قلنا عند سي بوبكر الجعيدي تبارك الله، اللحم كيبخر وحمر ومجمر، تنوريوه الجميع الحباب تاعنا فين ما كانوا، من طنجة الكويرة في القرى في البادية في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكة المغربية. أهلا بكم جميعا. كي تشوفوا تا كباب هنايا، هذا الكباب هاد الخيرات تنوريوه للجميع الحباب تاعنا. كي تشوفوا هاد الكباب الكبدة وهاد الخيرات تاع القلب وهاد الشيء تاع بولفاف وهداك الشيء، هو كباب كما تشوفوا خيرات تنوريوها للجميع الحباب تاعنا في المكان. هذا السي بوبكر الجعيدي كما قلنا يورينا الثمن، وين اللي بغى بحال احنا تنوبوا على السي بوبكر الجعيدي وعارفينو وراجل صديق تاعنا هنا في الاربعاء السويهله بمراكش. كي تشوفوا هذه الخيرات تاع الشوق تنوريوها للجميع الحباب تاعنا، اللي بغى يطيب ليه واللي بغى يشري عندو شي مناسبه. كاينين الاخوان تاعنا اللي غاليين على قناه زيتون مرجان الحباب تاعنا فعلا، كاينين مازال غادي نحطوا نمره الهاتف ونمره التليفون. وتنقول انا الاخوان اللي مشارك معنا في القناه واللي اول خطره شاف القناه ما ينساش يشارك معنا وبارطاجي لينا الفيديوهات. الاخوان اللي مشارك معنا سي بوبكر الجعيدي كي داير ياك بخير ناشط، كي تشوفوا اللحمة مشوية مجمرة مخيرة وراجل قديم كما قلنا. شحال هاد الخيرات؟ 170 درهم، واخا هو غلط معايا قال لي 170 فرانك سبحان الله ما ينسى 3400 170 درهم كما تشوفوا سي بوبكر الضرافات غلط سبحان الله اللي ما تنساش هو الله. هاد الخيرات تنوريو للجميع الحباب تاعنا فين ما كان. وهاد الخيرات تاعت 120 درهم ولا 2400 2400 120 درهم كباب. هاد الخيرات تاعت كباب كما قلنا الكبده والقلب والفاف والخيرات تبارك الله. سي بوبكر راه راجل قديم ومعروف بالمهنه تاعته، شي حاجه زينه تيجي عندو الحريفيه الكزاره كل واحد تيجي عندو تتلاقاو معاهم ديما عندو. هاد الخيرات تنوريوها للجميع الحباب تاعنا. حدت تتعطي في هاد الشوا تاع اخير ميزان 20 درهم والفوق فوق الفوق كما قال لنا السي بوبكر 20 درهم وفوق الفوق. هاد الخيرات كي تشوفوا هاد الخيرات تاع الشوا كي تشوفوا محمر ومجمر تنوريوه لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان. الله يحفظك اودي والبويله وانت فين غادي تجري سير الله. كما تشوفوا الحباب تاعنا
فين ما مشينا كاينين الحباب تاعنا اللي غاليين على قناه الزيتون المرجان. كما قلنا هذا الرجل احنا تنوبوا عليه بلا اللي بغانا يبغاه يطيب ليه راه يطيب ليه، واللي بغى يبيع ويشري معه ويجيب ليه البهيم ويشويها ليه يجيبها ليه، راه راجل مخير وراجل كما قلنا قديم في المهنه. شحال تقريبا في هذا؟ من 61 تبارك الله، من 61 عام هذه 61 عام راه سبحان الله فعلا. حنا دخلنا من خرجنا من المدرسه تقريبا، هربنا من المدرسه ومشينا للتجاره باش نخدموا في الكساره وفي هذه، راه القديم في هذه الخيرات كي تشوفوا معنا كيفاش الشوا مشوي ومحمر ومجمر تنوريه للجميع الحباب تاعنا. كما قال لنا من 61 سنه هاد الخيرات تنوريوها لجميع الحباب تاعنا فين ما كانوا. 06 لا اسمح لي تعطينا نمرة التليفون تاعك ولا تاع ابوك؟ بجوج بهم. مرحبا سي عبد الطيف، اعطينا نمرة زيد زيد اي زيد واخا هاد النمرة ثلاثة عطيتيهم لا اسمح لي عطيتهم لينا بجوج باش اللي خاصو شي حاجه بغاك تشوي ليه ولا تبيع ليه ولا اللي بغا، هادشي اللي بغيتك تقول باش نتفاهموا باش يعرفوني انا قلت لهم اللي كاين بيننا وبينكم. تنحيوا الحباب تاعنا فين ما كانوا كما تشوفوا هاد الخيرات تاع الشواق هنايا عاد السي بوبكر الشعيدي قال لنا من 2000 فرانك 20 درهم والفوق، وهادو شحال تعطيو فيه تقريبا السي عبد الطيب؟ 240 12 درهم هي الاخرى في العبار تاع كباب. هاد الخيرات تنوريوها لجميع الحباب تاعنا. هذا تو صديق تاعنا في رحمة الدروبة الكزارية تاع عبدي ولاد كالي الله يحفظ منكم اودي كاك العبدي ولاد كالي دعوا البير ها كنت العبدي تحت كل يوم البير تاعي هذاك تقتلوني اتركم خاطرين هاتي تنحيوا الحباب تونا في المكان اهلا بكم جميعا. كيما كانت شو عند سي بوبكر جاي ياك كما كان هذا الرجل راه تبيع وشري في الدروبه وقال لنا راه السوق في الشواق اللي محمر وتنوريه لجميع المشاهدين. النمره واحد تبارك الله هذا سي بوبكر بسم الله جاك خير كما تشوفوا تبارك الله تيتنصل هذا الشيء. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون ومرجان والحباب تاعنا داخل الوطن أو خارجه. رقم واحد. رقم واحد في الشواق كما قال لنا هاد الرجل. نحيوا الحباب تاعنا فين ما كانوا. وفعلا الشواق محمر تبارك الله كي تشوفوا معنا وطيب على حقه وطريقه كما قال لنا 2000 فرانك أو 20 درهم أو 400 ريال. اخير عبار شكرا العقوبة ديما ديما احنا ما كرهنا باش يجيبوا لينا الكاس والله ما كرهنا كانوا تبارك الله خدموا على الخدمه وبانت عليهم والله من طابيه الحركه العيد عاد المغرب نهار اللي ربحوا اللهم امين يا رب يا ربي امين. كما قالوا الحباب تاعنا هاد الناس هما المتاخر المغربي بغينا ديما النجاح في خدمته الرائعه وكان انا بغيتو ها من طبيعه الحال من طبيعه الحال كانوا فرحوا المغرب كله من طنجه للقويره كما تشوفوا جميع القرى في الباديه في المدن الصغرى ولا الكبرى ولا بالمملكه المغربيه جميع فرحه كبار وصغار بالخدمه اللي خدموا المنتخب المغربي. مرحبا شكرا لك شكرا لك الله يحفظك. ونحيوا الحباب تاعنا نقول لهم دخلوا راه الكره تدور ما تخبوا حتى الحاجه. غادي نجحوا ان شاء الله. وحنا بغيناهم يجيبوا الكاس ماشي غدا، حنا بغيناهم يجيبوه.
على هذاك اللاعب تاعهم راه انا جاوني احسن فرقه في العالم عجبوني انا احسن اخوي. شكرا لك، الله يحفظك لينا، الله يبارك فيك، الله يكثر خيرك، شكرا لك. كما شفتوا سي بوبكر تا هو ريادي وهذه الخيرات مع ديما نقول باش حسوا بالخدمة تاع المنتخب المغربي في كرة القدم كانت رائعة، كانت خدمة موفقة، وبغينا ديما إن شاء الله يكون أكثر من هادشي. يا ربي يا ربي يجيبوا الكاس يا ربي إن شاء الله.